الحريري الذي قدم كامل الدعم. أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع رشا الخطيب. مساء الخير إلى العناوين. اللي بده يدفع بعد شهر في يدفع هلأ. النقابات العمالية تمدد الإضراب العام، والحريري يؤكد الأولوية لإقرار الموازنة وتمويل السلسلة. الأمور ما بتصير بالمفاجأة، تغيير سياسي أو الدفاع السياسي لا، بصير بالنقاش. المشنوق يرى أن ما حصل يشكل تحولا سياسيا، والداخلية تغص بالوفود الرافضة للقاء باسيل المعلم. عون في الإليزي بعد مراسم تكريمية أمام قوس النصر في الشانزليزي. يلي رح يكون هاي هو تقابل مندوب بلون بانك عبر الفيديو تشات. بلون بانك ليما معك، كيف نساعدك؟ بس يلي ما رح يكون هاي تبينوا اثنيناتكم بالكادر فرشيني، تبين الطيارة مع هيك شعر، تقنع عمك انه مش وقت تدوق التبولة. اليوم بلون بانك بقدم لك خدمة الفيديو تشات يلي فيك تستخدمها من خلال الاي بلون لايف تشات. بمجرد الضغط على رمز الكاميرا فيك تقابل فيها اي مندوب ساعة اللي بدك، مطرح ما بدك وكيف ما بدك. اي بلون، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. أهلا بكم. إضراب تحذيري يمتد حتى الغد، ومشاورات تسبق الإضراب والاحتجاجات وتتزامن معها لتتبلور في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية غدا. والآن قبل متابعة مقدمة النشرة ننتقل إلى العاصمة الفرنسية، حيث يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس ميشيل عون مؤتمرا بعد المحادثات في قصر الإليزي. تكون أيضا الزيارة الأولى التي أستقبلها أنا، ولقد كان لنا لقاء مكثف وغني يكمل لقاءاتنا في يناير الماضي في بيروت، وعزز قناعتنا المشتركة بضرورة العمل معا لمواجهة التحديات الثنائية وكذلك التحديات الإقليمية. ونحن الاثنان نعتقد أن لبنان يجب أن يتمكن من الاستمرار في خدمة نموذج التسامح والتعددية والديمقراطية في هذا الشرق الأوسط المتوتر. وهنا أود أن أشدد على التقدم الذي حققه لبنان منذ انتخابكم في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأنا أتذكر خلال زيارتي إلى لبنان حيث كان الكل ينتظر قانونا انتخابيا وتم تبنيه، وبالتالي التقدم لم يتوقف بفضل التزامكم وجهودكم. العام المقبل سوف يتم تجديد البرلمان اللبناني وتستعيد المؤسسات اللبنانية مسيرتها كاملة. لقد استقبلت رئيس وزرائكم السيد سعد الحريري هنا منذ بضعة أسابيع، وهو يعمل بكل نشاط لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد وتعزيز الدولة اللبنانية، ويواجه تحديات كبيرة وسوف أعود إليها لاحقا، ولكن على رأسها اللاجئين وتهديد أمن لبنان. وهنا أود أن أكرر وتكملة للقائنا الآن، أكرر التعبير عن حرص فرنسا الخاص على سيادة ووحدة وسلامة أراضي لبنان، وإن سلامة واستقرار لبنان هي استحقاق أساسي وتحدي أساسي للشرق الأوسط ولأوروبا. لبنان كما فرنسا تعرض للإرهاب وقاس من الإرهاب، وهنا أود أن أشيد بشجاعة وتفاني الجيش اللبناني هذا الصيف في حربه على الجهاديين من داعش على الحدود مع سوريا. الجيش اللبناني وقال أن قوى الأمن الداخلية منذ سنوات طويلة تدفع ثمنا باهظا لالتزامها في خدمة الشعب اللبناني، وتستحق مساعدة أكبر، لأن هذا النصر لا يعني نهاية التهديد الإرهابي في لبنان.
ولهذا السبب قررت فرنسا أن تعزز دعمها للبنان وتستجيب للاحتياجات الحالية للقوى الأمن اللبنانية، وذلك بتقاسم خبرتها ومعرفتها في مجالات مكافحة الإرهاب والدفاع المدني ونزع الألغام، وذلك من خلال إرسال خبراء أو فتح مدرسة إقليمية لإزالة الألغام لأراضي إنسانية في شهر تشرين الأول المقبل. فرنسا تريد كذلك أن تعمل على نطاق أوسع إستو جند كل شركائنا لدعم مؤتمر لدعم الجيش اللبناني ينظم مع إيطاليا والأمم المتحدة، وتكلمنا عن هذا الموضوع الآن. هذا المؤتمر هام لكم، نحن ندعمه ولقد بدأنا بالاتصالات الأولى لتنظيمه. وبنفس هذا الالتزام يستمر دعمنا لأمن لبنان، وسوف يتجسد من خلال حضورنا على أعلى المستويات في اليونيفيل. وعمل اليونيفيل في جنوب لبنان يسمح منذ 11 عاما بالحفاظ على سلام ثمين على الحدود مع إسرائيل، وهدف فرنسا هو مواجهة المخاطر والتهديدات التي تقوض هذا السلام بالعمل على تعزيز إمكانيات الجيش اللبناني لتتمكن الحكومة اللبنانية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها. وإضافة إلى هذه المواضيع الأساسية للأمن والالتزام العسكري، إن فرنسا بحاجة لقول دولة قوية في لبنان، وفرنسا تشجع الدولة القوية في لبنان، وهذا معنى التزامكم منذ انتخابكم، وهذا قيم جدا بنظرنا. إن تعزيز الدولة اللبنانية أمر حسم أساسي لضمان أمن لبنان في المدى الطويل، وليتمكن لبنان من مواجهة الوجود الطويل بأعداد غفيرة من اللاجئين السوريين، 1.5 مليون لاجئ. وإن لبنان يحمل عبئا كبيرا عليه الآن، وغياب الحل السياسي ذو المصداقية في سوريا يمنع هؤلاء اللاجئين من العودة، ونحن نريد العمل معكم ومع الأمم المتحدة لحل هذه المشكلة المرتبطة بالاستقرار والأمن الإقليمي. إن الشعب اللبناني والسلطات اللبنانية يدا بيد مع شركائهم محليا يظهرون اليوم على التزامهم وحسهم الأخلاقي المتميز، ولكننا نريد أن نجد حلا سياسيا للأزمة السورية، وهذا معنى المبادرة الفرنسية لفريق الاتصال، وأنا أود أن أعمل معكم كما بدأنا وفي إطار الحل السياسي لهذه الأزمة. سيتم معالجة مشكلة اللاجئين اليوم في لبنان، ويمكن معالجة هذه المشكلة بشكل مستدام ونهائي. فرنسا مصممة أيضا على مواكبة الجهود الدولية التي بدأت لمساعدة لبنان، وهو المستفيد الأول للمساعدة الفرنسية، تكملة لمؤتمرات لندن وبروكسل على وجه الخصوص. وفرنسا سوف تكون وفية لالتزامها بدعم بدفع 100 مليون يورو من المنح بين 2016 و2018، ولكننا نريد أن نفعل أكثر في السنوات المقبلة، وخاصة في إطار عمل الوكالة الفرنسية للتنمية الملتزمة في لبنان منذ فترة طويلة جدا. منذ 1999 وقعت على أكثر من 30 اتفاق تمويلي مبلغ يفوق 1 مليار يورو. في السنوات المقبلة الوكالة الفرنسية للتنمية ستواصل أنشطتها من أجل التنمية في لبنان عن طريق القروض والمنح. عام 2017 سوف تدفع حوالي 19 مليون يورو دعم للبنان في إطار مبادرة سوا للشرق الأوسط. وأود كذلك أن نتمكن من تنظيم مؤتمر جديد لتنظيم هذه المساعدة والمساعدة الدولية ووضعها في هيكل وإطار مفيد لكي تؤتي نتائج حقيقية، وأنا أعرف أنكم حريصون كما حكومتكم على هذه النتائج، وفي السياق الذي هذا ما يتعين علينا أن نقوم به في الظروف الحالية في لبنان. فرنسا دائما في حالات الأزمة ساعدت لبنان، وسوف تستمر في مساعدته، وخاصة عن طريق حشد جهود الشركاء الدوليين كافة. وكما أعلنت خلال زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري، نحن نريد العمل من أجل تنظيم مؤتمر للمستثمرين للبنان لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني ونتائج عملية، وليس فقط الإعلان عن أرقام موجودة.
وأنا أعرف أنكم حريصون على مؤتمرات مفيدة، أنا أيضا. ولبنان عانى كثيرا ونحن نريد أن نوفر عليه الأزمات التي تعصف بالمنطقة. فرنسا تعتبر اليوم أن بقاء أن احتفاظ الحكومة اللبنانية بسياسة نأي بالذات تجاه هذه الأزمات أفضل وسيلة للحفاظ على استقرار لبنان، ولكن لحل أزمة اللاجئين والإرهاب ولإعطاء حياة كريمة لسكان المنطقة نحن بحاجة إلى حل سياسي للأزمة السورية. وإضافة إلى ما قلته الأسبوع الماضي في نيويورك، أود في الأسابيع المقبلة أن نتمكن معا من تنظيم أو هيكلة فريق الاتصال هذا ونعمل بشكل مفيد مع كل الشركاء في المنطقة. وإن المحن التي اجتزناها صعبة جدا وتتطلب منا الكثير، ولكننا هنا اليوم جنبا إلى جنب فرنسا ولبنان، وهذا أفضل دليل على صداقتنا الثابتة والأبدية وتصميمنا على النهوض بما نؤمن به. زيارتكم إلى فرنسا سوف تسمح لكم خاصة في لقاءاتكم مع مختلف الوزراء ومع رؤساء المجلسين ندرس معا إمكانية تعزيز تعاوننا وسبل تعزيز هذا التعاون. هدفنا المشترك هو أن نقوم بأفضل متابعة لهذا التعاون في السنوات المقبلة، وإن اتفاقا إطاريا للتعاون يمكن أن يكون أداة مفيدة للعمل الإدارتين في البلدين على الصعيد الثقافي. هناك أشياء كثيرة علينا أن نفعلها معا لأن لنا ماضي مشترك. وأود هنا مرة أخرى أن أكرر لكم كم أنا حريص على الفرنكوفونية وعلى الحب فرنسا لحب لبنان لفرنسا وحبكم أنتم لفرنسا فخامة الرئيس. وفي السنوات المقبلة في إطار هذا التعاون الثنائي أتمنى أن نعزز المبادرات التي تم إطلاقها في تعليم اللغة الفرنسية للأطفال وللكبار عن طريق إشعاع العمل الثقافي الفرنسي في لبنان، وهذا التزام قوي. أريد أن يكون موضوع تركيز لنا في لبنان بدوره في الفرنكوفونية في المنطقة، وهذا جزء من خصوصية لبنان وهذا جزء من تاريخ لبنان وتاريخكم أنتم شخصيا فخامة الرئيس. ونحن اليوم نعمل على إعداد خارطة طريق من أجل الفرنكوفونية لتثبيت مكانة المتميزة للغة والثقافة الفرنسية في لبنان في التعليم في الفنون والصحافة. هذا المشروع وإدارة الاتفاق الإطار للتعاون يمكن أن وقع عليها في بيروت في زيارتي المقبلة عام 2018. في الشهور المقبلة إن أعضاء الحكومة الفرنسية وبرلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن المجتمع المدني سيزورون لبنان وسيعملون في مجالات عديدة على تعميق العلاقات بين البلدين. فخامة الرئيس، سيداتي سادتي الوزراء، سيداتي سادتي، هذا ما أردت أن أذكر به قبل أن نذهب معا لتدشين معرض المسيحيين الشرقيين ألفي عام من التاريخ في معهد العالم العربي، لأن أعرف حرصكم على الحوار بين الديانات والتنوع الديني في الشرق الأوسط، ولأن هذه المعركة من أجل المسيحيين الشرقيين هي من المعارك الرمزية كتلك التي تريد فرنسا أن تخوضها في المنطقة. وشكرا. أود بادئ ببدء أن أتوجه بالشكر للرئيس ماكرون إذ خص لبنان بزيارة الدولة الأولى هذه إلى فرنسا في عهده، وهذه الدعوة تترجم عمق وأهمية العلاقات الفرنسية اللبنانية منذ قرون، وفرنسا كانت دائما إلى جانب لبنان في كل مراحل تاريخه وخاصة في المراحل الصعبة. واليوم فرنسا حاضرة وموجودة لمرافقة لبنان في دربه نحو هذا التجدد الذي بدأنا به. إن كانت سياسية واقتصادية وثقافية، إن هذه العلاقات التي نحرص عليها كثيرا تقوم على قيم مشتركة هي قيم الحرية والإنسانية والتعايش. إن
التحدي الذي نواجهه اليوم هو حماية هذه القيم وإثرائها. إن مشاركة لبنان النشطة في المنظمة الدولية الفرنكوفونية هي ورقة رابحة إضافية تجمع بين بلدينا. ومع الرئيس ماكرون قمنا بتحليل الوضع الشامل في الشرق الأوسط واستعرضنا حلول السلام الممكنة وخاصة في سوريا حيث تظهر بوادر حل سلمية. وتكلمت أيضا عن النزاع الإسرائيلي العربي وقلنا أن إسرائيل ترفض كل اقتراحات المجتمع الدولي وذلك لتغيير سياستها. إن الجيش الإسرائيلي يستمر في انتهاك الأراضي اللبنانية وليس هناك أمل لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل كما والمبادرة العربية لعام 1992 لا تزال حبرا على ورق. إن تنفيذ القرار 1701 لمجلس الأمن هو أولويتنا للحفاظ على السلام في المنطقة. ونحن نحيي الدور الذي تلعبه القوات الفرنسية في إطار قوى الأمم المتحدة اليونيفيل وكذلك موقفكم السياسي الأخير فيما يتعلق بتجديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان. أما بالنسبة لمشكلة المهاجرين السوريين في لبنان أطلعت أو أشرت إلى الرئيس ماكرون إلى أهمية تنظيم عودتهم إلى بلادهم بشكل طارئ خاصة وأن أغلبية المناطق التي أتوا منها أصبحت الآن آمنة ولا يمكن أن ننتظر عودتهم الطوعية وهم لم يحصلوا على وضع اللاجئين لكنهم لاجئين سياسيين ولكنهم هربوا فقط من الحرب. وإضافة إلى ذلك ظروف معيشتهم في لبنان هشة جدا ومخاطر صحية كبيرة رغم الدعم اللبناني والمساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة لإبقائهم في مخيمات تعاني من البؤس والفقر. هذه المبالغ يجب أن تستخدم لإعادتهم إلى بلادهم منذ الآن. الحفاظ على لبنان أمر ضروري ولا بد منه لمواجهة تحدي القرن 21 وهو العيش المشترك. المجتمع اللبناني هو مثال على التعايش أمام مخاطر الإرهاب والعنف. لهذا طلبت من السيد الرئيس ماكرون أن يدعم ترشيح لبنان كمقر لمنظمة أممية من أجل التعايش والحوار بين الثقافات والديانات والشعوب ونذكر بانتمائنا إلى المتوسط هذا البحر الأم المشتركة ومهد أوروبا. ولبنان يمكن أن يقدم مساعدة قيمة وبالتالي أهمية اختياره لاستقبال مثل هذا المركز. واتفقنا مع الرئيس ماكرون على تعزيز العلاقات الفرنسية اللبنانية على كل المستويات والأصعدة وخاصة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية من فرنسا للجيش اللبناني الذي حرر لبنان من إرهابي داعش. وأخيرا وجهت دعوة للرئيس ماكرون وسيدة عقلته لزيارة لبنان ويسعدنا مسبقا أن نستقبلهم في هذه الزيارة في فصل الربيع المقبل. إذن مشاهدينا بعد متابعة وقائع المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس ميشيل عون في أعقاب محادثات رسمية في الإليزي وبعد مراسم تكريمية رسمية أمام قوس النصر نعود إلى متابعة نشرة الأخبار. إذ شهد اليوم إضرابا تحذيريا يمتد حتى الغد ومشاورات تسبق الإضراب والاحتجاجات وتتزامن معها لتتبلور في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية يوم غد والمخصصة للبحث في سلسلة الرتب والرواتب في ضوء قرار المجلس الدستوري. أما المواقف فتلاحقت اليوم بين تأكيد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن الأولوية هي لإقرار الموازنة وتمويل السلسلة
مع التشديد على أهمية الاستقرار. وأعلن وزير المالية أن وزارته حضرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاما منها بالقانون النافذ. فيما كلم رئيس مجلس النواب نبيه بري قد طرح جملة أسئلة حول المقصود بقوله إن حكم الدستوري لم تأتي به الملائكة، مشيرا إلى أن المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستوريا وليس من تسن عليه القيود. وفي السياسة مواقف متضامنة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق في ضوء رفضه اجتماع وزير الخارجية جبران باسيل مع وزير خارجية النظام السوري وليد معلم، وأبرزها لوزير القوات اللبنانية وزير الإعلام ملح مرياشي، في وقت كان الوزير المشنوق يؤكد من دار الفتوى أن ما جرى يعبر عن تحول سياسي كبير وليس عن خلاف صغير داخل الحكومة. إذن شل الإضراب العام التحذيري المؤسسات الرسمية والقطاع التربوي، وسط تأكيد النقابات العمالية والتربوية على تمديد الإضراب حتى يوم الغد، مترافقا مع اعتصامات في وسط بيروت بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء. اليوم الأول من الإضراب شهد التزاما لكن متفاوتا في بيروت والمناطق. التقرير لشرب العبود. إضراب لا إضراب، وبين الحالتين إدارات حضر موظفوها دون أن يعملوا وآخرون مارسوا وظائفهم. فمع أعلان الهيئة النقابية عن إضراب شامل اليوم مطالبة بعدم تأجيل دفع سلسلة الرتب والرواتب، التزمت بعض المؤسسات والإدارات الرسمية والمدارس، فيما شهدت إدارات ومدارس أخرى يوم عمل عادي. حق للعالم، حق شرعي للعالم. ما في فايدة لا من الإضراب ولا من شيء، مشان شو ما في نتيجة على الفاضي. مفروض يوقفوا مع الشعب، مفروض يساعدوا هالشعب بقى. خلصنا يعني غلا غلا غلا، كل شيء غالي. ومن الاتحاد العمالي العام أكد رئيس الاتحاد بشار الأسمر بعد اجتماع المجلس التنفيذي استمرار تنفيذ هذا الإضراب التحذيري الاحتجاجي يوم الثلاثاء. اللي بده يدفع بعد شهر في يدفع هلأ، طبعا بمفعول رجعي لأنه فخامة رئيس الجمهورية وقع السلسلة بعشرين آب، يعني بيستحق لنا شهر وعشرة أيام. أما التأخير والتزرع بموارد ضريبية هيدا مش شغلتنا بالاتحاد العمالي العام. نحن منضوي على الريوع الكبيرة التي يجب أن تدفع الضرائب والتي تتهرب من الضرائب، وبلغت قيمة التهرب الضريبي 4.6 مليار سنة 2016. طبعا مش نحن اللي منقدر نتهرب من الضرائب. من ناحيتها أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب المفتوح في كل الإدارات العامة ابتداء من يوم الثلاثاء، فيما أعلن مندوب مدارس بيروت الرسمية الإضراب والاعتصام الثلاثاء. وفي صيدا التزم أساتذة القطاع التربوي في المدينة بجناحيه الرسمي والخاص وكليات الجامعة اللبنانية بتوصية هيئة التنسيق النقابية بالإضراب، ونفذ موظفو الإدارات العامة في مركز محافظة لبنان الجنوبي إضرابا عاما شمل كافة المحافظات الإدارية، وداوم الموظفون في مكاتبهم لكن من دون إنجاز معاملات المواطنين التزاما منهم بالإضراب. كما لبى الموظفون والعاملون في مستشفى صيدا الحكومي دعوة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية والاتحاد العمالي العام للإضراب، ونفذوا اعتصاما عند مدخل المستشفى. إضراب في بعلبك أيضا حيث أقفل عدد من المدارس والإدارات الرسمية. وعلى وقع الإضراب والدعوات لتوسيع نطاقه، طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومة بتنفيذ ما رددته مرارا وتكرارا لتطبيق قانون السلسلة. وقال الرئيس بري في بيان إن من يحق له تشريع النفقات يحق له دائما تشريع الواردات والضرائب داخل الموازنة أو خارجها، واعتبر أن المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستوريا وليس من تسن عليه القيود، إلا إذا أصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر، فحكم المجلس الدستوري لم تأتي به الملائكة. وفي هذا الإطار بدأت وزارة المال الإعداد لتعديلات تطال المواد الضريبية التي أبطل قانونها المجلس الدستوري. ووفق مصادر الوزارة فإنها أصدرت جداول رواتب هذا الشهر للموظفين على أساس قانون السلسلة. التقرير لمحسن حلبي.
أعلن وزير المال علي حسن خليل أن الوزارة حضرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاما منها بالقانون النافذ. وأعلن خليل في بيان أنه سيؤكد على هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء، موضحا أنه أنجز التعديلات المتعلقة بالضرائب التي أشار إليها قرار المجلس الدستوري تمهيدا لإقرارها وفق الأصول. مصادر وزارة المال قالت لتلفزيون مستقبل إن التعديلات تطال المادتين 11 و17 المتعلقتين بالأملاك البحرية والضرائب على المصارف والمهن الحرة. من جهتها وزارة المال أكدت على هاتين الضريبتين معللة الأمر في مقدمة شرح تقني لكل منهما. فبالنسبة للمادة 17 المتعلقة بالضرائب على المصارف وعلى المهن الحرة، قالت المصادر بالأساس وزارة المال كانت ستتقدم بطرح مشروع قانون معجل مكرر لمجلس الوزراء لإلغاء أي زيادة ضريبية على المهن الحرة. كما ستتم مناقشة إدخال السلسلة ضمن مشروع موازنة 2018 في جلسة مجلس الوزراء. مصادر وزارة المال قالت إنه سيتم دفع الرواتب آخر الشهر على أساس قانون السلسلة والتي ستبلغ قيمتها 50 مليار ليرة لبنانية. من الصيف طالب النواب 10 الذين وقعوا على الطعن بقانون الضرائب، طالبوا رئيس مجلس النواب نبيه بري بطرح مشروع الموازنة على الهيئة العامة لإقرارها. بعد اجتماع عقدوه في مقر حزب الكتائب في الصيف، رحب النواب 10 الذين وقعوا على الطعن المقدم بقانون الضرائب بقرار المجلس الدستوري واعتبروه خطوة جريئة على طريق إحياء دور المؤسسات الدستورية. وفي بيان تلاه النائب بطرس حرب، أكدوا حق المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب التي أقرها مجلس النواب فورا وعدم جواز تأجيل تنفيذها. على مطالبة دولة رئيس مجلس النواب باستعجال طرح مشروع الموازنة الذي انتهت اللجان من دراسته على الهيئة العامة لإقراره، ويلتزمون بتقديم اقتراحات تعديلات على مشروع الموازنة تعيد فرض الضرائب التي يوافقون عليها، وهي على سبيل المثال حق فرض ضريبة على شركات الأموال والمصارف ورفع الغرامات على التعديات البحرية الحاصلة على الأملاك البحرية العامة وغيرها من الإيرادات والإصلاحات التي نراها ضرورية. كما يطالب المجتمعون الحكومة بإنهاء عملية قطع الحساب العالي عام 2006 لمناقشته وإقراره قبل نشر الموازنة. هذا القانون النافذ مجلس النواب طلعوا على الحكومة أن تنفذه، ما فيها تخلفه، وإذا ما بدها تنفذه بدها تعدل القانون وتلغيه، هي مجبورة تنفذه. أما القول بأنه هذا بيعطل، هذا مش صحيح. هذا الكلام هذا بفوت بعملية تحميلنا مسؤولية أنه يمكن الناس ما يقبضوا معاشات، وهذا كلام للحقيقة لا بمر على اللبناني ولا نقبل به، لأن الناس من حقهم يقبضوا، رح يقبضوا بآخر الشهر وفقا للسلسلة اللي أقرها مجلس النواب. وقضية الضرائب هو قانون منفصل عنها وسنقر ضمن الموازنة العامة بتنتهي القصة. من جهته سأل النائب سامي جميل عن الوفر في الموازنة الذي يمكن أن يمول السلسلة للسنوات القادمة، وعن مصير الهندسة المالية التي أدخلت 825 مليون دولار إلى الخزينة. هالهندسة المالية اللي حكي عنها دخلت 825 مليون دولار يلي كل الناس اعترفت أنه اندفعت. نحن بهمنا نعرف هات 825 مليون دولار وين صرفت، وليش ما انصرفت على السلسلة، وليش مش موجودة تتمول هالسنة السلسلة، مع العلم أنه سنة الجاي الوفر بالموازنة كافي لتمويل السلسلة للسنين الجاية. هيدي بالأخص إذا صار في إصلاح وصار في عملية ضبط للهدر والفساد الموجود بالدولة، ساعتها الوفر رح يكون بعد أكبر بكتير من هيك. إنما السؤال الأساسي وين راحوا 825 مليون دولار؟ وأكد الجميل انفتاحه على جميع الأطراف السياسية، معتبرا أن هناك أطراف جدية في طروحاتها كاللقاء الديمقراطي الذي اعترض على الضريبة على القيمة المضافة. وفي مجلس النواب عقد أعضاء اللقاء الديمقراطي مؤتمرا صحفيا تقدموا فيه باقتراح قانون جذري لمعالجة الأملاك البحرية بهدف تمويل السلسلة. وقال النائب أبو فعور أن ليس المطلوب فرض ضرائب ولا غرامات، بل استرجاع جزء من حق الدولة. يجب الخروج من منطق المصايرة ومنطق محاضرة المساس أو الاقتراب من المعتدين على الأملاك البحرية، لأنه آن الأوان لكسر هذه الحرمة، هذه الحرمة التي يريد البعض أن يفرضها على المعتدين، مش على مواطنين عم نغرمهم نحن ضرائب، على معتدين على الأملاك البحرية. هناك من يريد أن يفرض حرمة ويجعل الاقتراب من هؤلاء المعتدين أمر مرفوض.
الاقتراح الذي سيقدم اليوم والذي سيقوم بشرحه الأستاذ زميل الأستاذ إلي عون هو بقناعتنا يضاعف بشكل كبير الأملاك الإيرادات التي يمكن أن تتحصل من الأملاك البحرية. وبكرر نحن ما عم نفرض ضرائب، نحن ما عم نفرض غرامات، نحن عم نسترجع جزء من حق الدولة على مدى عشرات السنوات. تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء غدا ندعو الحكومة وفي معرض بحثها المستجد عن تغطية للسلسلة تنطبق مع حيثيات القرار الدستوري ندعوها أن لا تقع في الخطأ مجددا وأن تعمد إلى معالجة صحيحة لموضوع موارد الأملاك البحرية خلافا لما نص عليه القانون 45 في مادته 11 مراعية شمولية الموازنة ومبدأ الشيوع في آن. وإننا كلقاء ديمقراطي من منطلق إيماننا بصحة وأحقية ما تقدم سوف نبقى عينا ساهرة للتصدي لأي معالجة خجولة في هذا الإطار. في وزارة الداخلية مواقف داعمة لموقف المشنوق من لقاء الوزير جبران باسيل بوزير النظام السوري وليد المعلم، والوزير المشنوق يرى من دار الفتوى أن ما حصل يشكل تحولا سياسيا. أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن اجتماع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم يضر بالتضامن الحكومي ويخالف التسوية السياسية التي قامت عليها الحكومة بقواعدها الثلاث: انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وبيان وزاري مبني على سياسة النائب النفس. المشنوق وبعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لفت إلى أن المصلحة الوطنية يحققها التضامن الوزاري وليس موقف وزير. بالتالي أنا بعتبر أنه هذا تحول سياسي كبير، مش شغلة بسيطة، مش ناس متخانقين مع بعضهم على نقطة أو على نقطتين. هذا تحول سياسي بده الواحد يتصرف تجاهه بإعلان موقف أنه هو نحن مش موافقين عليه. الأمور ما بتصير بالمفاجآت، تغيير سياسي أو الاتفاق السياسي بيصير بالنقاش وبالحوار والتشاور داخل مجلس الوزراء وخارج مجلس الوزراء. بدي أقول بكل بساطة المصلحة الوطنية للبنان بيحققها التضامن الحكومي، ما بيحققها موقف وزير لوحده أيا كان هذا الوزير. مصلحة التيار الوطني ومصلحة الحزب الله هو الاستقرار السياسي بالبلد واستمرار التضامن الحكومي. هذا الاجتماع لا بيساعد على التضامن الحكومي ولا بيساعد على الاستقرار السياسي. وفي وزارة الداخلية كان الوزير المشنوق التقى وزير الإعلام ملحم رياشي الذي أكد أن موقف القوات كان دائما مع اعتماد سياسة النائب النفس، واصفا التفاوض مع النظام السوري بلزوم ما لا يلزم. نحن أكيد ضد التواصل مع النظام، نحن من 7 سنين لليوم مع إجراءات الحكومية اللي هي النائب النفس عن المشاركة بأي لقاء أو أي علاقة مع النظام. وإذا كانت الأسباب مثل ما عم بيقول البعض لعودة النازحين أو اللاجئين إلى سوريا، ما بعتقد إمكانية التفاوض مع النظام ترد النازحين، لأنه هن فلوا جزء من مشكلتهم كان النظام. بعدين إذا في ناس موالين للنظام رح يرجعوا بدون تفاوض، وإذا ناس معادين للنظام ما رح يرجعوا حتى لو صار تفاوض. فالتفاوض مع النظام هو لزوم ما لا يلزم، لأنه في انقسام حاد بالبلد. المطلوب تحييد السياسي، تحييد الحكومة، تحييد لبنان عن ملف خلافي بهذا الحجم. إذا بعض الحكومة سيخالف منطق البيان الوزاري اللي هو على أساس قامت الحكومة، حكم الحكومة بتكون بخطر. وفي الداخلية النائب أحمد فتفت متضامنا مع وضوح مواقف الوزير المشنوق. كل اللبنانيين مجمعين أنه ما في توطين، خلوا له الموضوع على جنب في علاء إجماع لبناني، وهذا اللي بيحمي لبنان من عدم التوطين، مش إسارة النعارات وإسارة الاستفزازات. هذه نقطة. أو موضوع محاربة التطرف أو ما شابه، الهدف واضح، يبدو أنه الكل عنده هدف استراتيجي واحد، أنه عم يسعى
بشتى الوسائل لفرض التطبيع مع النظام السوري تحت عنوان جر لبنان نهائيا إلى المحور الإيراني السوري. بيقدروا يحلموا لأن هذا مش وارد أبدا. فتفت أعاد التأكيد على أننا ملتزمون بالنأي بالنفس عما يجري في سوريا. في المقابل قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن الوزارة لا تعمل إلا في سبيل مصلحة لبنان. وفي كلمة له في ختام أعمال مؤتمر الطاقة الاغترابية في لاس فيغاس قال الوزير باسيل أن وزارة الخارجية غير مسيسة وهي لكل اللبنانيين. نحن ولا يوم عملنا ولا يوم رح نعمل سياسة خاصة بوزارة الخارجية لحدا. سياسة وزارة الخارجية هي للبنان ولكل اللبنانيين، وهيك بنكون حاطين مصلحة لبنان. الشيء الأكيد إنه ما رح نعمل شيء ضد مصلحة لبنان. أي لقاء، أي اجتماع فردي، ثنائي، ثلاثي، جماعي، كله بده يكون لمصلحة لبنان. يلي بيعتدي على مصلحة لبنان هو يلي بيرفض إنه يطلع النازحين من أرض لبنان. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط سأل في تغريدة له عبر تويتر منذ متى يدور النواب حاكم مصرف لبنان مع السياسيين للترويج لمشاريع وهمية لقروض للميسورين، وعلى حساب من هذا السفر المكثف؟ أضاف: أليس أفضل دعم جدي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتسهيل معاملاتها في مغارة الإدارة المعقدة والفاسدة؟ أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن الأولوية هي لإقرار الموازنة وتمويل سلسلة الرتب والرواتب. وشدد الرئيس الحريري خلال استقبال وفدا من مؤسسة ميريل لانش على أهمية الاستقرار في لبنان، داعيا إلى مواصلة الاستثمار في البلد. الرئيس الحريري التقى رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري وعرض معها الأوضاع العامة. كما التقى رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت الذي لفت إلى أنه دعا الرئيس الحريري إلى رعاية افتتاح أكاديمية بيروت للطيران ومركز طيران الشرق الأوسط للتدريب في المطار، مشيرا إلى أنه تم اختيار الأول من تشرين الثاني كتاريخ لافتتاح الأكاديمية لمصادفته ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أكد أيضا أن الرصاص الطائش إرهاب، داعيا فعاليات المجتمع إلى التحرك لوقف هذه الآفة التي تناقض المعتقدات الدينية والثقافية. برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أقيم في السراي الحكومي حفل إطلاق وثيقة شرف للقيادات المحلية للمساهمة في الحد من ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات. هذه الوثيقة تأتي في إطار الحملة الوطنية للحد من أخطار الأسلحة النارية التي تنظمها حركة السلام الدائم بالتعاون مع مؤسسة فريدريخ إيبرت، كما تأتي بعد ازدياد عدد الضحايا نتيجة الرصاص الطائش إذ سقط 90 شخصا خلال 4 أشهر هذا العام. الرئيس الحريري أكد أنه ليس هنالك من فرق بين الإرهاب المستتر بالدين أو بالسياسة وبين الإرهاب المستتر بالفرح أو الحزن، معلنا إطلاق المسار التشريعي والتشاوري والتشاركي للضغط كي يصبح مطلق النار العشوائي منبوذا في محيطه. تعودنا نقول بهالمآسة وعن حق وينية الدولة، واليوم الدولة جاية تقول وينو المجتمع، وينن رجال الدين، وينن المخاتير، وينن أعضاء المجالس البلدية، وينن النواب، وينن المواطنين. يضغطوا لمنع التدخل مع الشرطة أو القضاء لمصلحة مطلقي الرصاص العشوائي، يقاطعوا المناسبات يلي بيصير فيها إطلاق نار العشوائي، يبلغوا عن كل مطلق نار عشوائي، يعملوا توعية قبل كل مناسبة وبعدها عن مخاطر هالإرهاب من نوع آخر. الجيش وقوى الأمن عم بيقوموا بواجبهم وبأكثر من واجبهم، بوجه لهم التحية باسمكم جميعا، بس هيدا مش كافي. المجتمع كله لازم يقوم بواجبه، بس هولي اللي شايفين لحالهم انه هن رجال، الرجال بيحترم القانون.
هول مفكرين انه عم يحصلوا على رجولتهم بس عم يرفعوا هالسلاح بالهواء ويقوصوا، لانه هن ناقصين فعليا رجولي. انا الاوان لتوقف هالظاهرة، انا الاوان لننقذ اولادنا واهلنا بكل لبنان من الارهاب، من هالارهاب المتنكر بزي عادات ما إلها لا علاقة بمعتقداتنا الدينية ولا بعاداتنا الثقافية. وخلال الحفل شهادة لوالدة سارة سليمان التي سقطت برصاصة طائشة في زحل أيار الماضي. المشكلة أنه سارة وفاتها عم تتكرر كل يوم نحن بنفسنا، يعني أنا بقول أنه عم يبعد موت بنتي عني نهار، بقول بركي أنه بيبرد قلبي وقلب أبوها شوي، بيرجع بيموت حدا برصاص الطايش، بيرجع كأنه نحن المأساة انفتحت عنا بالبيت. دولة الرئيس انت عانيت مثلنا وانت بتشعر بالفقد والحنين. انا ما بدي جاي احكي اليوم قانون، انا جاي بس انت اول شخص كنت عنا بالعزة وبلسمت لنا جراحنا ووعدت، وانا بعرف انه اذا وعدت ان شاء الله بتوفي. نحن هاي كل الورش انا عم شوفها، انا على مستوى الشخصي عم بقني حالي انه بدك توصل بإذن الله بدك توصل. رئيس حركة السلام الدائم فادي علام تحدث عن الوثيقة، فيما أكد ممثل مؤسسة فريدريخ إيبرت أخيم فورت أن سوء استخدام السلاح بات من أخطر الآفات التي تقلق اللبنانيين وأبناء المنطقة. وفي الختام وقع رئيس الحريري على الوثيقة كأول مواطن لبناني يوقع. وتتابعونا في هذه النشرة بعد الفاصل. إقليم كردستان صوت للاستقلال وسط تهديدات داخلية وخارجية، وصواريخ على مسقط رأس رئيس النظام السوري. مشاهدينا نعود مجددا إلى باريس ومتابعة لزيارة الرئيس ميشيل عون الرسمية، حيث تنضم إلينا مراسلتنا شهير إدريس. شهير، بعد لقائه رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ماذا في لقاءات الرئيس عون؟ فعلا رشا، هذه الزيارة اكتسبت أهمية هنا في فرنسا نظرا لأنها الزيارة الأولى لرئيس عربي كزيارة دولة إلى الإليزي، ولقاء الرئيس الفرنسي الذي التقى الرئيس عون على مدى ساعة في محادثات ثنائية وانضم إليها الوفد الموسع على مدى 25 دقيقة. الزيارة بمجملها أكدت على موضوعين بارزين هما موضوع اللاجئين والسوريين وكذلك موضوع دعم الجيش اللبناني، إذ أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة حل هاتين الأزمتين وأنه سيكون هناك دعم قوي للبنان بالنسبة إلى الجيش لجهة التدريب والعتاد. في التفاصيل الأخرى حول الزيارة بعد أن استمعنا إلى المؤتمر الصحفي وما جاء فيه، فقط الآن يزور الرئيس الفرنسي مع الرئيس عون معهد العالم العربي من أجل افتتاح معرض حول مسيحيي الشرق، على أن يعودا بعد ذلك إلى قصر الإليزي من أجل تلبية الدعوة التي أقامها الرئيس الفرنسي على شرف الرئيس عون وطبعا الوفد المرافق وعقيلته السيدة نادية. وهذا العشاء سيضم 220 شخصية لبنانية وفرنسية. على هذا العشاء أيضا سيتم متابعة المحادثات التي جرت بين الطرفين، لكن الأهم بحسب معلومات لتلفزيون المستقبل أن موضوع دمج المؤتمرين بالنسبة للاستثمار لدعم الاستثمار في لبنان وكذلك موضوع دعم الدول المضيفة للاجئين، دمج هذين الموضوعين سويا هو بحسب معلومات أنه اللهجة العالية التي اتبعها أو انتهجها الرئيس الفرنسي في نيويورك في كلمته كان لها تأثير حول على سوريا، خصوصا أن الرئيس الفرنسي قام بلهجة عالية ضد الرئيس السوري، مما دعا الرئيس السوري إلى الطلب من فرنسا أن يكون هناك طبعا علاقات على مستوى رفيع، وهذا ما يرفضه الفرنسيون بالطبع، إلا أن طبعا هذا الموضوع سيتم لن تقبل فرنسا بالشروط التي وضعت وليست بحاجة إلى هذا الشروط، مع أن الرئيس عون أكد أن على ضرورة 85% بعودة
عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. إذن سيتابع الرئيس عون زيارته غدا في لقاءات إن كان في وزارة الخارجية مع رئيس الوزراء وطبعا عدد من الشخصيات، كما سيلتقي الجالية اللبنانية. سنبقى معكم في أي جديد حول موضوع هذه الزيارة. عودة إليك رشا. نعم، مراسلة تلفزيون مستقبل شهير إدريس، شكرا لك. أغلقت صناديق الاقتراع في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان شمال العراق، وبدأ فورا فرز الأصوات، ومفوضية الاستفتاء لفتت إلى أن نسبة المشاركة وصلت إلى نحو 80%. على الرغم من معرفة النتيجة مسبقا، أغلقت صناديق الاقتراع في عملية الاستفتاء على انفصال الكيان الكردي عن الجسم العراقي. ما يقارب 80% وصل عدد المشاركين في هذا الاستفتاء الذي بدأ عند 8 صباحا إلى 7 مساء في أكثر من 12,000 مركز اقتراع. وبهذا الإقبال الكثيف الذي تخلله احتفالات وأهازيج، يكون رئيس الإقليم مسعود بارزاني قد حصل على تفويض لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار. أكثر من 5 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء الذي نظم في 4 محافظات في الإقليم، هي إربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، فضلا عن محافظة كركوك ومناطق أخرى مثل خورمات ومخمور المتنازع عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد بعدما سيطرت عليها البشمركة في عام 2014 بعد طرد داعش منها، وخضعت منذ حينها لحكومة الإقليم. وكان بارزاني وقادة كردستانيون أدلوا بأصواتهم في هذا الاستفتاء الذي أشرف عليه مئات من المراقبين الدوليين وعشرات المنظمات المحلية المعنية بعملية المراقبة، في وقت رفضت الأمم المتحدة إرسال مراقبين قائلة إنها لا تعترف به. إلى ذلك يسود محافظة كركوك المتنازع عليها حال من التوتر بين مكوناتها نتيجة عملية الاستفتاء، ما دفع بقوات البشمركة وقوات الأسايش وهي قوات الأمن الكردية إلى الانتشار مع فرض حظر للتجوال مساء بعد انتهاء الاستفتاء. في المواقف، قرر البرلمان العراقي إغلاق كامل المنافذ مع الإقليم في وقت أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مناورات عسكرية مشتركة مع تركيا على الحدود بين البلدين. في إطار خطوات الردع لاستفتاء الاستقلال في إقليم كردستان، صوت البرلمان العراقي على مسودة قرار يقضي بإغلاق جميع المنافذ البرية مع الإقليم، وفصل أكراد يعملون في الحكومة من مسؤولين وأمنيين شاركوا في الاستفتاء، وإعادة نشر القوات العسكرية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها. ومن المنتظر أن تتم صياغة هذا القرار قبل التصويت النهائي عليه في جلسة الأربعاء المقبل. وفي الجانب التركي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيغلق قريبا الحدود البرية مع إقليم كردستان العراق. وقال أردوغان: هذا الأسبوع سنتخذ إجراءات مهمة، منها توقيف حركة الدخول والخروج عند معبر خابور الحدودي، مضيفا أن صادرات النفط من كردستان العراق ستتوقف حين تقوم تركيا بإغلاق الأنبوب. وفي اتصال هاتفي، بحث الرئيس التركي والروسي فلاديمير بوتين استفتاء كردستان واتفقا على وحدة الأراضي العراقية والسورية. الحكومة التركية أعلنت أنها لن تقف موقف المتفرج إزاء ما يجري، مشيرة إلى أنها سترد على أي اعتداء على مصالح تركيا في العراق. رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيرفان بارزاني رد على موقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وقال إن تهديد تذكر بحقبة صدام حسين، وقال إن إجراء استفتاء الاستقلال لا يعني إعلانه، معربا عن استغرابه من دعوة الحكومة العراقية الدول الأجنبية إلى وقف استيراد النفط الكردي. وخطب بارزاني العبادي بأن الكرد ليسوا خطرا على العراق بل العقلية الحاكمة في بغداد. من جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية أن الحدود مع إقليم كردستان مفتوحة ولم تغلق، وقالت إن المتحدث باسمها ذكر بالخطأ عبارة الحدود البرية بدلا من الحدود الجوية. دوليا، دعا وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مبديا استعداد بلاده للوساطة بين الجانبين. في سوريا، تجدد القصف على معقل رئيس النظام السوري بشار الأسد في مسقط رأسه القرداحة، وسجل سقوط قتلى وجرحى. معقل رئيس النظام السوري بشار الأسد
ومسقط رأسه تعرض إلى قصف بصواريخ الجراد، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. الصور التي التقطها ونشرها موقع قريب من عائلة الأسد أظهرت أن القذائف ضربت الأحياء الداخلية لمدينة القرداحة، فيما كانت الصواريخ السابقة تصيب المناطق الزراعية في أغلب الأحيان. كما أدى القصف إلى تضرر في إسفلت الشوارع الداخلية للمدينة وإصابة وتضرر عدد من المباني. أما في دير الزور فأعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن أن طائرات حربية روسية قصفت مواقعها قرب حقل غاز كبير انتزعت السيطرة عليه من تنظيم داعش قبل أيام. وأفاد المتحدث باسم القوات بأن الهجوم الذي وقع برا وجوا أسفر عن إصابة عدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. وإلى ريف إدلب صعدت الطائرات الروسية من قصفها للمدن والبلدات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال. وكانت مدينة خان شيخون في ريف إدلب أيضا تعرضت لسلسلة غارات جوية، ما أدى إلى سقوط قتلى وأكثر من 15 جريحا، بعضهم في حالات خطرة، وتم نقلهم إلى المستشفيات فيما واصلت الطائرات الحربية في التحليق والقصف المكثف على ريف حماة. وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبو ظبي في زيارة للإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين. وفور وصوله عقدت مباحثات بين الجانبين ركزت على جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والتحديات التي تواجهها المنطقة. الرئيس السيسي أكد حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، مشددا على أن أمن دول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. من جهتي أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره لمصر باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الوطن العربي. أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن مقاطعة قطر هي محاولة من جيرانها لفرض سياسات عليها تخالف مبادئها، ورغبة واضحة لتغيير النظام من الخارج، لأن قطر لا تشاطرهم رؤيتهم المنغلقة كما قال. وأضاف الوزير القطري في ندوة بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أن الشعب القطري حوصر دبلوماسيا واقتصاديا ودينيا، وأوضح أن نجاح الدوحة في تنفيذ سياسات تقدمية خلق انزعاجا لدى الجيران الذين لا يريدون الانضمام إلينا في هذه الرسالة كما قال. وتتابعون بعد الفاصل. مسيرة وطن نحو حدود لبنان على امتداد 50 يوما. الوزير حصباني يطلق المؤتمر الدولي الثالث للهندسة الطبية. وصلت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى إفادة الخبير في شؤون الاتصالات أندرو دونالدسون، الذي أجاب على أسئلة الاستجواب المضاد لفرق الدفاع، والذي تحدث عن أرقام الهواتف والرسائل النصية وكيفية ربطها بأصحابها، إلى جانب شرح عن رسائل النصية تبادلها المتهمون بتنفيذ الجريمة. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الانتخابات النيابية المقبلة هي المدخل إلى التغيير، وأن مفتاح هذا التغيير موجود في يد المواطنين. جعجع وخلال استقباله في معراب وفد من منتسبات المتن الشمالي في القوات أشار إلى أن التحالفات الانتخابية ما زالت غير واضحة حتى الآن، ولا سيما في المتن، لافتا إلى أن مرشح القوات عن المقعد الماروني في المتن سيكون أدي أبي اللمع. خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الصحة، أطلق الوزير غسان حصباني المؤتمر الدولي الثالث للهندسة الطبية في الدول العربية الذي تستضيفه بيروت للمرة الأولى. حصباني أكد أن الوزارة تسعى لإعادة موقع لبنان كمركز أساسي لتبادل الخبرات على المستوى الدولي في القطاع الصحي. ونحن اليوم نشهد بدايات للثورة الرقمية أو الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة لتطوير حياة الإنسان، والقطاع الصحي يتوقع أن يكون في صميم هذه الثورة الصناعية الجديدة. ونحن نؤمن أن للبنان دور كبير في تسليط الضوء على هذه الصناعات وفي استخدامها بطريقة متطورة لوجود قدرات متطورة أيضا في لبنان، وأن يلعب لبنان دور المنصة للمنطقة والعالم في النقاش حول تنظيم، حول بناء القدرات، حول استخدام التكنولوجيا، وحول الاستثمارات في التكنولوجيا في القطاع الصحي.
في صيدا إطلاق اسم الأب أندري ماس على شارع محاذ لجامعة القديس يوسف في بلدة البرامية. يمينك هي التي زرعت هذا الصرح العريق وتتابع فتباركه. أحيت جامعة القديس يوسف ومركز الدروس الجامعية التابع لها في لبنان الجنوبي ذكرى مرور 30 سنة على استشهاد المدير السابق للمركز الأب أندري ماس اليسوعي بلقاء أقامته في باحة المركز في البرامي بصيدا. وتخلل الحفل الإعلان رسميا عن إطلاق اسم الأب أندري على الشارع المحاذي لمبنى الجامعة في البلدة بناء لقرار صادر عن مجلس بلدية البرامي. رسالة اليسوعية عم بتكفيها وكل المؤمنين بدور لبنان، لبنان العيش المشترك وقبول الآخر والعيش بسلام لأجيالنا اللي عم نشوفها كل منا عم تتقدم وتتطور. رسالة لبنان رسالة العلم والمعرفة، وهيدي الوظيفة اللي بتلبق له إن شاء الله بنقدر كلنا سوا نحط ايدينا بدين بعض ليكون لبنان فعلا هالبلد النموذج الرسالي مثل ما الإرشاد الرسولي صنف هالبلد. بعد ذلك جرت إزاحة الستارة عن اللوحة التي تحمل اسم الأب أندري. عقد في نادي الصحافة مؤتمر صحفي حمل عنوان مسيرة وطن. القيمون على المبادرة أعلنوا أن المسيرة ستنطلق من ساحة الشهداء في الأول من تشرين الأول المقبل، تسلك خلاله مسارا رمزيا بمحاذاة الحدود اللبنانية من جهاتها الأربع، لتعود وتنتهي في بيروت في 22 من تشرين الثاني يوم عيد الاستقلال. وتهدف المسيرة إلى تنظيم لقاءات موسعة مع مجموعات من جميع المناطق لتأسيس حوار حقيقي بين الأفراد تحثهم من خلاله على تحمل المسؤولية الجماعية تجاه الوطن. والآن إلى الفقرة الاقتصادية مع كارولا النقاش. مساء الخير، نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من الإمارات، حيث أشار مصرف الإمارات المركزي إلى تراجع التضخم ل 2% خلال الربع الثاني من هالعام بعد ما كان 2.7% بالربع الأول. كما كشف البيان عن نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3% خلال الربع الثاني مدعوم بنمو تجارة الإمارات الخارجية مع شركائها الاستراتيجيين. ومننتقل إلى شركة أوبر لخدمات سيارات الأجرة يلي أبدت استعدادها لتقديم تنازلات بتضمن إعادة تجديد رخصتها بلندن. تصريح أوبر أتى بعد رفض الحكومة البريطانية تجديد ترخيص الشركة، معتبرة أنه الخدمة يلي بتقدمها أوبر بتفتقر لمعايير الأمان والسلامة العامة وبالتالي ما بتستوفي الشروط لإعطاء الترخيص. أوبر أكدت أنها رح تواجه قرار سحب رخصتها دفاعا عن العاملين بالشركة وحق المواطنين بالاختيار. ومننهي مع جامعة الدول العربية، حيث أعدت اللجنة المختصة بالأمان العام القطاع الاقتصادي مشروع قانون جمارك عربي موحد. هالقانون من شأنه يضمن إجراءات دخول وخروج البضائع للدول الأعضاء بالجامعة إلى جانب تنظيم عبور هالبضائع. استبعدت مصادر مسؤولة تطبيق هالمشروع بالوقت القريب بظل التحديات السياسية والاقتصادية يلي عم بتمر فيها المنطقة، لكنه لفت إلى إمكانية أنه يكون المشروع المقترح متشابه بهيكلة قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة. والآن صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. كتل هوائية معتدلة بتسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد جولة على الدول العربية. منبلش جولتنا مع القاهرة 34، 31 بتونس 26 درجة بالرباط، 43 ببغداد، 32 بدمشق، 29 درجة بالقدس، والختام مع الكويت 42، أما الدوحة والرياض 38 درجة.
نوصل هلا على طقس لبنان. بكره الجو العام عم بيكون بين غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بسيط بدرجه الحراره، تتوصل اقصاها على الساحل لل 31 درجه، اما ادناها لل 21 درجه. بالنسبه للرطوبه بتسجل اقصاها 70%، اما سرعه الرياح بتوصل لل 30 كيلومتر بالساعه. بالجبل بتتراوح من 14 وال 23 درجه، اما بالداخل بتسجل اقصاها 31 درجه. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه. بنبلش جولتنا من شمال مع عكار 30، 31 بطرابلس، 19 بالقرس، 30 درجه بالكوره، 31 بالهرمل، 30 بالقعه، 27 ببعلبك، 28 درجه برياق. بنكمل على الجبال 29، 20 بميروبه، 30 درجه بجوني وببعبده. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة ل 30 درجة، وطقس عم بيكون من غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، 31 بزحرة، 30 درجة بشتورة، عنجر وبمشغرة. بنكمل على جزين 30، 26 برشية، 30 درجة بمرجع عيون وببنت جبال. والختام مع بيت الدين 27 والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و 30 درجة. مثل ما ذكرنا لبكرة بيكون في عنا طقس بين غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، تتوصل أقصاها لبكرة ل 30 درجة، أما أدناها ل 24 درجة. بالنسبة لنهار الأربعاء استقرار بدرجات الحرارة على 30 درجة، أما بالنسبة لنهار الخميس انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، تتوصل أقصاها الحرارة ل 29 درجة. بمنطقة الأرز الحرارة بتتراوح بين 10 و 19 درجة. هذا كان كل شيء لليوم، شوفكن بكرة. في دي ان اي بعد هذه النشره يتناول نديم قطيش ملف النزوح السوري الى لبنان انطلاقا من اللقاء الذي جمع وزير الخارجيه جبران باسيل بوزير خارجيه النظام السوري وليد المعلم. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. اللي بده يدفع بعد شهر في يدفع هلا. النقابات العماليه تمدد الاضراب العام، والحريري يؤكد الاولويه لاقرار الموازنه وتمويل السلسله. الامور ما بتصير بالمفاجاه. تغيير سياسي أو الاتفاق السياسي بيصير بالنقاش. المشنوق يرى أن ما حصل يشكل تحولا سياسيا، ومواقف من الداخلية رافضة للقاء باسيل المعلم. الرئيس عون في الإليزيه بعد مراسم تكريمية أمام قوس النصر في شانزاليزيه. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.